مصطفى خضر عسكري سابق، ولكن ما هوش من بركة الساحل، هو من المجموعة الأمنية كانت تفكروا اللي كانت باش تعمل انقلاب يوم 8 نوفمبر 1987، واللي سبقها بن علي بنهار، وهو تابع النهضة، وهذا ولو ينكروا فيه هما هذا شيء واضح عندي أنا وثابت أنه هو تابع النهضة. ما تحكمش في قضية بركة الساحل مصطفى خضر؟ لا، هاو كيفاش، هما الكلهم اللي وقفهم بن علي، المجموعة الأمنية نتاع 87 وقفهم بن علي وحطهم في المحبس وبحثوهم وعذبوهم ومات فيهم واحد تحت تعذيب، ومبعد المنصوري، الرائد المنصوري، الرائد المنصوري واللي هو كان رئيس المجموعة، ومبعد سيبهم من غير ما يحاكمهم. وقت اللي توقفنا نحن في بركة الساحل عاودوا جابوهم معنا، أما همش تابعين بركة الساحل، هما الأصل اللي تسموه المجموعة الأمنية، والطوى ما سووهمش وضعيتهم جماعة بركة الساحل، سووا لهم وضعيتهم وهما لا، وهما مازالوا يناديوا بتسوية الوضعية نتاعهم. ما تمش تكريمه من قبل الرئيس المرزوقي مع مجموعة بركة الساحل مصطفى خضر؟ ما نعرفش هو بالضبط تم تكريمه لا، ما هوش تابع بركة الساحل. عندي رأي في هذا من قبل، ونعرف اللي النهضة من قبل كان عندها تنظيم سري، كان قبل يترأسه محمد شمام اللي يسميوه كان قبل الجنرال، هو مدني ولكن في النهضة كان يسميه الجنرال، هو اللي كان مترأس. بعد هو خرج من النهضة بعد الثورة لأنه خلافات وقعوا بينه وبين قيادة النهضة، وأنا أجزم أنه النظام هذا مازال موجود، يعني الجهاز السري اللي زال موجودا في النهضة. أي نعم سيدي، هذا ما عنديش أدلة ما حسب تحليلي، لأنه كان موجود قبل وأنا عاشرت 8 سنين في الحبس، وقبل كنت في خدمتي نطاق خدمتي كنت نتبع فيهم ونعم في تقارير عليهم ونعرف شنو داخلهم. كانت تفكروا أنا كنت مستشار الوزير الأول محمد مزالي ورشيد صفر، خدمت 5 سنوات مستشار وزير أول، وخدمتي كانت خدمة استخباراتية، هنا إذن نعرف إيش فما. شو هذا الجهاز السري لحركة النهضة اللي حوله جدل كبير، ولكن في المقابل حزب حركة النهضة ينفي كل هذا ويعتبرها محاولة لتشويه الحزب قبل الانتخابات؟ بالطبع هو باش ينفي، خاطر إذا كان باش يستعرف بهذا باش ترسي حل الحزب مع الشركة في الانتخابات، وهما هذا سميته أنا هاجس، عندهم هاجس سميته هاجس الفيس ومرسي، هما قرروا هذا يعني قرار سري عندهم أنه مستحيل باش يرجعوا للحبس مهما كانت التكاليف، وإذا كان يتنحاهم الحكم باش يهبطوا للشارع. لكن هل هذا يبرر أنك تجزم اليوم بوجود جهاز سري لدى حزب حركة النهضة؟ ملا كيفاش هما ناويين يهبطوا للشارع وش باش يعملوا في الشارع؟ قل لك في تقديرك شنو الادوار اللي لعب فيها هذا الجهاز السري؟ ممكن ياسر وجد حاجه هامه جدا، ممكن ياسر ما عنديش ادله على هذايا، انهم عندهم اسلحه زاده مخزونه، وهذا ثابت انهم عندهم ناس تدربوا على القتال وعلى الاسلحه.